بصراحة اليوم جانا اتصال في صباح اليوم الساعة تقريبا 7:30 من الإخوان في شركة الصناعات البترولية المتكاملة كبك، اللي تقع طبعا بمنطقة الزور في جنوب الكويت، بوجود بقعة نفطية قريبة من منشآتهم ومحطة الزور الكهرباء. على الفور قمنا بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة وباقي الشركات النفطية الزميلة للتنسيق بين الهيئة والشركات حسب خطة الكويت لمكافحة التلوث النفطي البحري. بنفس الوقت قمنا بالاستجابة الفورية للتعامل مع هذه البقعة بتفعيل خطة الطوارئ عندنا بالشركة وإرسال القطع البحرية المتخصصة والمجهزة بالمواد والمعدات اللازمة للمكافحة لموقع البقعة. ما أن وصلنا للموقع لقينا ولله الحمد أن الكمية بسيطة وسهل التعامل معها، ولا يوجد لها أي تأثير على تشغيل محطات الكهرباء أو آثار بيئية أخرى. وبالفعل تم التعامل معها بالتعاون مع الأخوان في شركة البترول الوطنية وكذلك في شركة شفرون الزور، وما زال التعامل معها مستمر، وإن شاء الله الكمية بسيطة وفي غضون ساعات راح ننتهي من مكافحة هذه الكمية. نعم أستاذ سامي، هل تم احتواء هذا التسرب؟ هل علمتم مصدر هذا التشريب؟ بصراحة المصدر احنا اللي نحب نأكد عليه أن في المنطقة الجنوبية، يعني شركة الصناعات البترولية المتكاملة عملياتها لحد الآن ما بدأت، وكذلك شركة شفرون الكل يعلم منها بأكثر من سنتين واقفة عملياتهم، فبالتالي احنا نتعامل مع البقعة النفطية أيا كان مصدرها، ويتم أخذ عينات وتسليمها للإخوان في الهيئة العامة للبيئة اللي يحولونها للمختبرات المتخصصة اللي تقوم بمعاينة هذه البقعة والتعامل معها وتحديد مصدرها. نعم، الأستاذ سامي الصواغ مدير مجموعة العمليات البحرية بشركة نفط الكويت، شكرا لك.